شو بتخبرينا عن مشاركتك بهيدا العمل؟ دور حبيته كتير، يعني هيك القصة هيك عصرت لي قلبي، وكتير تحمست انه حكون فيه. وصديقتي اللي اخذت البطلة ريم خوري، يعني اللي نحن اخوة بالمسلسل، يعني دايما يعني نحن اوريدي عنا هالكيمستري الحلو بيناتنا، سو حتى لو ما منتواجد مع بعض بذات المشاهد، بس بحس انه حنعطي شيء حلو كتير للمسلسل ان شاء الله. شو بتخبرين عن الاعمال المشتركه ومشاركتك فيها دايم؟ بعتقد نص اعمالي اعمال مشتركه. لا، انه هو دايما حسب المخرج، البرودكشن، النص. يعني لما يعني بفوت على عمل ما بشوف انه مشتركه او لا، يعني بشوف القصه كيف وكل التفاصيل اللي دايما ننتبه لها، يعني اكثر من انه اذا مشتركه او لا. على شو بتعتمدي يعني بتنقاية الادوار باختيارك للادوار؟ الدور كثير بهمني انه نوع بادواري، ما ارجع اتكرر وما ارجع اكرر حالي، ما ارجع اعيد ذات النوع من الدور. وهون سبب من الأسباب إني حبيت أخذ الدور، لأنه كمان مش شيء أخذته من قبل. بس يعني والنص والإخراج وكل شيء، يعني بس منبلش من القصة والدور. طيب شو علاقتك بالسوشيال ميديا؟ يعني منيحة، يعني ماني كتير على السوشيال ميديا مثل ما لازم، بس بجرب قد ما فيه، بس انه ايه ماشي الحال. بتحكي لنا عن جديدك اللي عم تحضري له واعمالك القادمه؟ عم حضر هلا بدنا نبلش بتصوير ما في الجزء الثاني، ومسلسل عم صور مسلسل سر مع المخرج مروان بركات، وهول هن، وعمل بلبنان اسمه لو ما التقينا.